السلام عليكم ورحمة الله. أوشكت الرحلة على الانتهاء، ووصلنا إلى خواتيم سورة آل عمران، وأدركنا سويا أن الجهاد نوعان: جهاد الكلمة والحجة، وجهاد السيف والسنان. واجتمع الاثنان في سورة آل عمران، وتجولنا في أرجاء السورة، تارة مع وفد نصارى نجران، وتارة أخرى مع يهود المدينة، وتارة ثالثة مع مشركي قريش في غزوة أحد. ورغم مرارة الهزيمة في غزوة أحد، إلا أنها ميزت بين المؤمن صادق الإيمان والمنافق. سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن أعجب ما رأته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسكتت قليلا تفكر في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قالت: لما كان ليلة من الليالي قال: يا عائشة، ذريني أتعبد الليلة لربي، أي اتركيني أتعبد لربي بالصلاة والقيام في تلك الليلة. فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها: والله إني لأحب قربك وأحب ما سرك. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتطهر، ثم قام يصلي، أي توضأ، ثم قام يصلي قيام الليل، فلم يزل يبكي حتى بل حجره، ومعنى الحجر طرف الثوب، ثم بكى حتى بل لحيته، ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. وهذا كناية على كثرة الدموع والخشوع والخوف من الله. ثم جاء بلال يؤذنه بصلاة الفجر، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله، لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ثم قال: لقد نزلت علي الليلة آية، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فتى ذكيا، يتتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم منه سنته، فبات ليلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أثر النوم عن وجهه بيده ليستفيق، ثم قرأ الآيات العشر الخواتيم من سورة آل عمران، ثم قام إلى قربة قديمة معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه وأسبغه، ثم قام يصلي التهجد. قال النووي رحمه الله: فيه استحباب قراءة هذه الآيات عند القيام من النوم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
الْبَصَرِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون السلام عليكم ورحمة الله خطر في ذهني سؤال هل يؤجر العبد على التدبر والتفكر والتبصر في آيات الله الكونية كما يؤجر على قيام الليل؟ قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه تفكر ساعة خير من قيام ليلة وقال الإمام السعدي رحمه الله التفكر عبادة
من صفات أولياء الله العارفين. ثم تأملت في كتاب الله فوجدت تلك الآية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إن في خلق السماوات والأرض في ارتفاعها واتساعها على غير مثال سابق، وما فيهما من كواكب وبحار وزروع وأشجار ومخلوقات لا يمكن حصرها، واختلاف الليل والنهار طولا وقصرا في فصول السنة الأربعة، فيطول النهار في فصل الصيف ويطول الليل في فصل الشتاء، وما يترتب على ذلك في حياتنا لآيات عجيبة ودلائل عظيمة وبراهين كثيرة لا يمكن حصرها. وآيات جمع آية، وهي الدليل الواضح الذي لا يحتمل الشك على وجود الله وقدرته. والآية إما أن تكون كلامية كالقرآن الكريم أو كونية، ولا ينتفع من تلك الآيات إلا أولو الألباب. ومن هم أولو الألباب؟ إنهم أصحاب العقول السليمة والمستنيرة، أما غيرهم فهم صم بكم لا يعقلون. ذات يوم جاء بعض الناس إلى الإمام الشافعي رحمه الله وطلبوا منه أن يذكر لهم دليلا على وجود الله عز وجل، ففكر لحظة ثم قال لهم: الدليل هو ورقة التوت. فتعجب الناس من هذه الإجابة وتساءلوا: كيف تكون ورقة التوت دليلا على وجود الله؟ فقال الإمام الشافعي: ورقة التوت طعمها واحد، لكن إذا أكلها دود القز أخرج حريرا، وإذا أكلها النحل أخرج عسلا، وإذا أكلها الظبي أخرج المسك ذو الرائحة الطيبة. فمن الذي وحد الأصل وعدد المخارج؟ إنه الله سبحانه وتعالى خالق الكون العظيم. وذات مرة أراد معلم ملحد أن يحرج تلميذا فقال له: هل رأيت ربك؟ فأجاب التلميذ: لا. فقال المعلم الملحد: إذن ربك غير موجود. فصارع التلميذ وسأله: هل رأيت عقلك؟ فأجاب الملحد: لا. فقال التلميذ: إذن عقلك غير موجود. وسئل أعرابي: بما عرفت ربك؟ فأجاب: البعرة تدل على البعير، وآثار السير تدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ أردت من تلك الأمثلة الثلاث أن أؤكد على نقطة في غاية الأهمية، أن أولي الألباب من جميع الطوائف والمستويات، وأن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون وإن كانوا من العلماء. وصدق الشاعر حين قال: لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في الكون من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ومن هم أولو الألباب يا رب؟ دلنا على وصفهم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض
خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الذين يذكرون الله في جميع أحوالهم قياما وقعودا وعلى جنوبهم بالقول والقلب. عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وأتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. قال أهل البلاغة: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يذكرونه في بقية الأحوال. قال علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم وجماعة من الفقهاء: هذا في الصلاة، يصلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. ولو تأملت أخي الكريم في زمن الفعل المضارع يذكرون لأدركت أن أولي الألباب مستمرون في ذكر الله في كل وقت وفي كل حال، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ويتدبرون ما فيهما من جمال وإحكام وإتقان. ومن تدبر في خلق السماوات والأرض استدل على وجود خالق عظيم. قيل لأم الدرداء رضي الله عنها: ما كان أكثر شأن أبي الدرداء؟ قالت: كان أكثر شأنه التفكر. وقيل لأبي الدرداء: أفترى التفكر عملا من الأعمال؟ قال: نعم، هو اليقين. وقال بعض الحكماء: لو تفكر الناس في عظمة الله تعالى لما عصوه، إن ضياء الإيمان التفكر. ولو تأملت أخي الكريم في زمن الفعل المضارع يتفكرون لأدركت أن أولي الألباب يتفكرون في كل وقت وفي كل حال. والسؤال الآن: كيف نرتقي إلى مرتبة أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض؟ لا بد من نية صالحة وصحبة صالحة وإدراك لقيمة الوقت ورغبة حقيقية في التغيير للأفضل. وماذا نجني إن ارتقينا إلى مرتبة أولي الألباب؟ نفوز برضا الله عز وجل ومحبته ومغفرة الذنوب والسيئات وسعادة النفس والطمأنينة وانشراح الصدر والثبات عند مواجهة الأعداء والنصر والمنزلة العالية في الدنيا والآخرة ونور في الوجه وقوة في الجسم وزوال الهم والغم والكثير والكثير. نسأل الله العظيم أن يجعلنا من أولي الألباب الذين أذعنت قلوبهم للحق ونطقت ألسنتهم بالقول الحسن وتفكرت عقولهم في بدائع صنع الله ثم قالوا: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يا ربنا، ما أوجدت هذا الخلق البديع العظيم الشأن عبثا، بل خلقته بالحق وللحق سبحانك، فأنت منزه عن ذلك تنزيها تاما من كل ما لا يليق بك، فاصرف عنا عذاب النار بأن تعصمنا من السيئات وتوفقنا للأعمال الصالحات. ومن وقاه الله عذاب النار فاز بالجنة. وكان نداؤهم لخالقهم عز وجل ربنا اعترافا منهم بأنه هو مربيهم وخالقهم. قال خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: الكلام بذكر الله عز وجل حسن، والفكرة في نعم الله أفضل العبادة. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب.
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. لماذا ربنا؟ لأن الرب هو السيد، هو الملك، هو المالك، هو الخالق والمدبر والمعطي والمانع والقائم بشؤون الخلق. ومن المقصود بقوله من تدخل النار فقد أخزيته؟ المقصود بذلك الكفار الذين يدخلون النار دخولا أبديا لا رجوع فيه. وبذلك يصل إلينا المعنى المقصود، ربنا إنك من تدخل النار من الكفار فقد أهنته وفضحته على رؤوس الأشهاد، وذلك هو الخزي الحقيقي وشتان بين خزي الدنيا وخزي الآخرة. وما للظالمين من أنصار. والظلم المقصود في الآية الكريمة هو ظلم الكفر وظلم النفس وظلم الغير. وأنصار جمع مفردها نصير، والنصير هو المجير والدافع لعقاب الله والمنقذ من عذاب الله. والآن بعد أن استوعبنا معنى الآية الكريمة ننظر إلى طائفة من الخوارج تمسكت بالمعنى الظاهري للآية وقالوا من أدخل النار ينبغي ألا يكون مؤمنا لقوله تعالى ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. والله عز وجل يقول في سورة التحريم يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. ونقول لهم مستعينين بالله هذا القول مردود. قال سعيد بن المسيب هذه خاصة لمن لا يخرج منها، أما المؤمنون فمنهم من أصاب ذنبا أو ارتكب كبيرة في الدنيا فأخذهم الله بها فأدخلهم النار ثم أخرجهم بما يعلم في قلوبهم من الإيمان والتصديق به. نسأل الله العافية والسلامة. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك
سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ولأن ربنا قريب مجيب للدعاء حذفت ياء النداء. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان وداعيا يدعو الناس للتصديق بك والإقرار بوحدانيتك والعمل بشرعك، فسارعنا وأجبنا دعوته وصدقنا رسالته دون تردد أو تسويف. ومن يكون المنادي؟ قال ابن مسعود وعبد الله بن عباس وأكثر المفسرين هو محمد صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك شهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة. بينما قال قتادة والقرذي هو القرآن، وليس كلهم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ردد معي أخي الكريم: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. واستشعر معي حلاوة التضرع إلى الله باسم من أسمائه الحسنى ربنا، ورددها مرة أخرى واستشعر الخضوع لله عز وجل: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ورددها مرة ثالثة واستشعر معي حلاوة الإيمان: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ألا تتفق معي أخي الكريم أن تلك منة عظيمة من الله عز وجل أن وفقنا للإيمان وهدانا إليه؟ كم من إنسان بائس سمع النداء فول منه ولم يستجب. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا واسترها واعف عنها وكفر عنا سيئاتنا بأن تزيلها وتمحوها وتحولها إلى حسنات، وتوفنا مع الأبرار، وألحقنا بالصالحين الأخيار واحشرنا معهم عند الممات. والأبرار جمع ومفردها بار، وهو الشخص الكثير الطاعة لخالقه. وهل من الممكن أن يذنب المؤمن ويرتكب المعاصي والسيئات أحيانا؟ نعم، لأنهم بشر قد يخطئون. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن المؤمن قد يذنب، وأن الذنب لا يخرج المؤمن من دائرة الإيمان. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة
إنك لا تخلف الميعاد. يا ربنا آتنا ما وعدتنا على ألسنة رسلك من نصر وتمكين وتوفيق وهداية، وآتنا ما وعدتنا على اتباع رسلك، ولا تفضحنا ولا تذلنا ولا تهنا بذنوبنا يوم القيامة على رؤوس الأشهاد كما تخزي الكفار، فإنك كريم لا تخلف وعدا وعدت به عبادك، فوعدك حق ثابت لا يتبدل. قالها أولو الألباب وهم على يقين تام أن الله له وحده القدرة المطلقة وأنه لا يخلف الميعاد، وقالوها من باب التضرع والخضوع والتذلل لله رب العالمين. أخي الكريم، لو تأملنا جيدا في تاريخ الموحدين المؤمنين لوجدنا أن عصور الابتلاء أضعاف أضعاف عصور التمكين، فما الحكمة من ذلك؟ هي ليست حكمة بل حكم عظيمة، فيها تمحيص للمؤمنين من المنافقين، وأن المؤمن يكون في إقبال على الله عز وجل بالدعاء والتوسل في أوقات الابتلاء أكثر من غيره. وبعد أن تدارسنا تلك الآيات المباركة، دعونا نتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء لعله يستجيب. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ثم بشر الله سبحانه وتعالى أولئك الأخيار والأبرار من أولي الألباب بما يسرهم، وأنزل قوله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها
فيها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. فاستجاب لهم ربهم، فسار الله عز وجل وأجاب دعاءهم. ودعاء أولي الألباب نوعين، دعاء عبادة ودعاء طلب. وفي تلك الآية الكريمة توقف علماء البلاغة كثيرا وأدلوا بدلوهم وقالوا: استخدم الله عز وجل حرف العطف الفاء ليفيد التعقيب وسرعة الاستجابة. وأكد الحق سبحانه وتعالى ذلك باستخدام زمن الفعل الماضي استجاب. وشرف الحق سبحانه وتعالى أولي الألباب وأضافهم إليه في لفظه ربهم. قال الحسن البصري: ما زالوا يقولون ربنا حتى استجاب لهم. وقال جعفر الصادق: من حزبه أمر فقال 5 مرات ربنا أنجاه الله مما يخاف وأعطاه ما أراد. قيل: وكيف ذلك؟ قال: اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، إلى قوله تعالى: فاستجاب لهم ربهم. فإن هؤلاء الأخيار قد نادوا ربهم 5 مرات فأجاب الله لهم دعاءهم. قالت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله، لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة. فأنزل الله تعالى: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. يخبرنا الحق سبحانه وتعالى بأنه لا يضيع جهد من عمل منهم عملا صالحا، صغيرا أو كبيرا، قليلا أو كثيرا. الكل عند الله في العمل والأجر والثواب سواء، وذلك من كمال علمه وكمال عدله. وأكد الله ذلك وقال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وأكد الله عز وجل على المساواة بين الذكر والأنثى في العمل والأجر والثواب والدين والنصرة والموالاة. فالله عز وجل لا يفرق في عطائه بين الذكر والأنثى، لأن الذكر من الأنثى والأنثى من الذكر، وقد خلقهم الله جميعا من آدم وحواء. فالذين هاجروا رغبة في رضا الله تعالى وأخرجوا من ديارهم فرارا بدينهم من ظلم الظالمين واعتداء المعتدين، وتحملوا الأذى والاضطهاد في سبيل طاعة ربهم وعبادتهم إياه، وقاتلوا وقتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمته وإحقاق الحق وإبطال الباطل، فجمعوا بذلك بين الإيمان والهجرة ومفارقة الأهل والأوطان والأموال والجهاد في سبيل الله طلبا لمرضاته. لأكفرن عنهم سيئاتهم، لا يسترن الله عليهم ما ارتكبوه من المعاصي كما سترها عليهم في الدنيا فلا يحاسبهم عليها، ولا يمحون عنهم ما ارتكبوه من سيئات وذنوب، ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، ولا يدخلنهم جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار جزاء من عند الله. والله عز وجل يعطي عبده الثواب الجزيل على العمل القليل. والله عنده حسن الثواب. أجل، عنده وحده حسن الثواب مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله العظيم ألا يحرمنا، وأن يجعلنا برحمته وفضله وإحسانه من أولي الألباب. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض
فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار والله عنده حسن الثواب.